عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة. في هذا النهار يا ربي، اليوم بعيدة شوية على الطبخ. بغيت ندير واحد الكيراتين، كنسميها كيراتين مغطية للشعر ديالي، لأن الشعر ديالي نشف شحال هادي ما درت ليه حتى حاجة مع العجز والبرد. كنقولوا البرد كاين ما نديرو حتى حاجة، يديروا لينا ريوسنا غادي يفزقوا غيبقاو فازقين. شجعتني أمي، درت ليها الحنة الراسة، قالت لي بغيت ندير حنينة الراسي، درتها ليها. وأنا نقول راه حتى أنا ندير حقيقة الدار سخونة، ما كاين لا برد لا والو، غير العجز وصافي. قلت دابا غنحيد عليا العجز لان الشعر ديالي نشف بزاف من هنا من القدام، مازال من هنا من التحت راه رطب تيبقى يبان. ايوا وخاصنا ضروري مره مره ندورو بها شكال هذاك، بحال جميع الحاجات الا ما درناش ليه حتى حاجه ما غاديش ما غاديش يكون مزيان. المهم ما نطولش عليكم، المكونات عندي غير الجنجلان، عندي حبرشات، وعندي سيمي ديلينو زرعت الكتان. هادو هما المكونات باش غادي ندير الكيراتين، هادو المكونات الاولين باش غادي نخدم، لانهم كلهم مغذيين. السمسم غير اللي مهم في هاد العمليه، هادو ما يكونوش طوسطاتي، يعني ما يكونوش محمرين، يكون كلشي هادشي خضر، ما يكونوش محمرين. راه بحال حبرشات راه كتباع دائما هي خضراء هكا، حضروها من جنجلان ومن هادي. البنات اللي هنا في ايطاليا هادو راه الاغلبيه كلهم كيبيعوهم طوسطاتي، راه مكتوبه فيهم محمرين، نتوما ما تشريوهمش محمرين، شريوهم خضرين. نفس الشيء تاع الجنجلان، هذا ديال المغرب عندي، وهذه هي ديال المغرب، كلشي ديال المغرب في الحقيقه وصافي. غنبداو على بركه الله باش غندخل لكم في الوصفه. انا غنجيب واحد المعلقه باش غنعبر. جاكم عطيني ديك القرعه ديال لاكو، هانتوما. بسم الله، غندير واحد جوج كيسان ديال الماء، لان شعري طويل انايا، اللي شعرها قصير دير نص الكميه اللي غندير انا. ونتمنى انكم ما تحرقوش المراحل ديال كلشي هادشي، تفرجوا في الفيديو كله، لان ماشي هذا هو المكونات، هادو غا النص ديال المكونات باش غادي نبدا دابا. هادو السخانين اللي خاصهم يطيبوا، والمكونات راه تقريبا موجوده في كل دار. ها انتم هاد الكاس درت منه جوج كيسان، وغادي ندير جوج معالق ديال السمسم، وحده جوجات الجنجلان. الزيت ديالو راه زوين بزاف، كيطلق كاع ديك المنافع ديالو هنايا ملي كنديرو. وغادي ندير نفس الكميه ديال حبرشات، جوجات عاوتاني هكا، وجوجات ديال زريعه الكتان، وحده جوجات، هادو هما، لان انا شعري طويل، اللي شعرها قصير دير معلقه من الحاجه ودير كاس ديال الماء من الحاجه صافي. غنخلط هادشي كله مزيان حتى يهبط، وغادي نوض دابا نديرهم على نار مهيله، وغنخليهم حتى يطلقوا ليا هذيك الجيلاتين ديالهم، هي اللي بغيت انايا صافي. نمشيو دابا على النار، غنديرهم في هاد الكانون غير صغير هو هنايا هكا، غنقص عليهم النار شوية، شفتو هكا، وغنخليهم تا تيبداو يغلاو مزيان ونتلاقى معاكم. عندهم واحد 10 دقايق كاع ديال الغلاية. هانتوما شوفو معايا الخليط كيفاش ولا، تيولي تقيل، ولكن ما تنخليهش حتى تينشف يشرب ليا هذاك الماء، لان بغيت الماء، انا شعري طويل بغيتو صافي. دابا غنطفي عليه وغنخليه حتى يبرد، وعاد نتلاقى معكم. ما غنخدمش هادشي هو سخون، غنخليه حتى يبرد هنا صافي. هاد الخليط من بعد ما برد ها هو كيف ما كتشوفوا، شفتوا هانتو. دابا غادي نوضعوا هنايا باش غادي نطحنوا، نوضعوا كله هنا. اوكي حبر صافي دريك خوش جنجلان امي غنسد عليهم هنايا، وغادي نطحنهم هانتو. اوكي هنا صافي طحنت كلشي صافي. دابا غنخرج كلشي من هنا ها هو. ماشي تعاوني انا اجي عاونيش بغيت ديري نصفيو لا فقيت صافي ديري هكاك واخا نديرو هكاك نديرو تا كشور شد معايا هكاك وديري هكاك مالو لا ويلي ما كيفاش تنديرو هكاك لا تندير عاد داك الجيل ديالها بيبي راه هكا مزيان لا لا ويلي تعذبيني في الخدمة هو راه كاع مزيان ولكن الخدمة ديالو غتجي صعيبة صافي غنوضع دابا كلشي هنايا مش ديتي والو هو انا شادة زيتي كله جيتو ها اوكي صافي انا خويتو دابا كله هنايا
وغنشدوه دابا غندير ليه هك. غادي يخرج لك بزاف هو الا مرات نديرو ديما راه لا يخرج فهمت خاطر شتي هذا الشيء اللي بغيت انا غادي نستعمر هكا حتى تنخرج كلشي هادشي ها شتو غنبقى نعصر حتى تنحيد كاع هاد الجيلاتين ديالو درتيها في الغربال لا ويلي لا خاص هادشي يكون ندير هك هادشي هو اللي تيرطب الشعر شتي هنا انا كسي الله بخور راسي تيا ويلي امي لا ما لو اش بغا يدير شنو ما انت ما يدير لك هو راه في الصح نيت عاديري يتغسل يتغسل لا لا هادشي خاص هكا هادي خاصنا نخدمو امي هادي ديك سميتها الكيراتين هلا تنخدمو الشعر خاص يخرج لنا هادشي واللي بغات ما دير حتى حاجه راه دير هادي كامله كما قلتي انا نديرو في الحنه كلشي لا بخور انا بغيتي نعطي لك هو زيدي عندك على الحنه ايوا صافي انا بحال درت نعقب ثاني نوثق راسي اوكي بوستو تاكم هنا صافي ها هي الكيراتين ديالنا هي هادي اللي بغات دير غير الكيراتين راه هي هادي دير غير هاد الوصفه هادي لشعرها بما ان بغيت نغديه غادي ندير معاه دابا واحد البيضه كيغدي الشعر انتما وغندير واحد البنانه اللي ما عندهاش بنانه دير معلقه ديال العسل راه بحال بحال نفس العمليه اللي ما عندهاش البنانه دير معلقه ديال العسل ما تنقيها ما والو تخلي ليها هذا الشيء هذا ديالها هكا اوكي صافي وغندير الزيت اي زيت عندكم متوفر انا بغيت باش نوري لكم انا كندير زيت اللوز زيت ارغان كاع الزيوت فباش نوري لكم غندير الزيت ديال الشعر اللي كان الزيت ديال الماكله ديالي اللي كناكل جوج معالق هكا وغنضيف دابا كلشي هذا الخليط هاي عصروا مزيان هذيك الكتانه حتى تبقى شاده غنبقاو تعصروا غير بشويه معاها راه تيخرج كلشي هكا تخرج بزاف انا راه مازال ما عصرتهاش كلها اوكي صافي دابا وغادي نطحن هادشي كله بالنسبه للخلطه انا تندير الكميه اللي تقدني صافي ما كنخليهاش في الثلاجه ولا هكا لان كتفسد كندير الكميه انا فيها البيض اللي غتقدني صافي هادي راه احسن من كيراتين اللي غادي تشريو فيها مواد كيماويه فيها بزاف ديال الحوايج هانتوما شوف شوف شوفوا ها كيفاش كتنزل ها هي ما تعطي كميه كثيره انا مع شعري طويل تيخصني نقوي شويه اللي شعرها قليل دير غير شويه النص ديال هذا الشيء هذا صافي يلا دابا غادي نمشي دابا باش غادي نديرها لشعري يلا خليكم معايا هنا جيت دابا الحمام انا غادي نبدا دابا ندير فيها معكم غتشوفوا معايا كلشي تتشدوا الشعر وتتقسموه على جوج باش واحد غادي نخدمه والاخر غادي نخليه انتما يكون الشعر مشوط هكا مشوط مزيان باش ما يجيكم الصعيب انا ما كنتش ناشطه اوكي صافي وتنشد دابا تنبدا نفرق ديميش هكا بهذا الشكل هذا تتفرقوا تهزوا القياس ديالكم وغادي نبدا نهز نبدا نهز من السوبيره ها هي هكا في الخليط وتنبدا ندير هكا في هاد الميشات هاد هكا تنحط السوبيره هانتو صافي تنبدا ندخل مزيان هكا فيها تنفزق مزيان هكا هاد الشكل هذا حتى لتحت خصوصا هنا انايا مع هاد الجهات اللي كي يتشحلفوا ليا من هنا من قدام كنعاود نكثر ليهم هكا
صافي. وملي كندير ليهم كلشي مزيان تندير المشطه دابا هكا وتنبدا نمشط باش يدخل ليا كاع فيهم باش يدخل ليا كلشي هاد الخليط الوسط ديالهم بهذا الشكل هذا نمشط مزيان وتنعاود نزيدها شويه هكا وتنسدها دابا غندير ليها هكا نفس العمليه دابا غنبقى غدار شويه حتى تنكمل كلشي هاد الكميه اللي عندي ديال الشعر وقلت لكم دابا غير الطريقه نفس العمليه غنبقى غدا هكا حاطه الجبانيه في لاباب وحدايا وكنسرع انتما صافي كملت جمعتهم هنايا دابا نحيد هذا القراص هذا هذا الفيليت وغادي ندير هذه الميكا هذه غنغطي بها راسي هكا وغنخليه حتى العشيه راه دابا يلا فات الغدا وعاد باش غادي نغسلو صافي ونتلاقى معكم من بعد ان شاء الله صافي امي مزيانه غشي من اللور واه مزيان يلا غنخشي دابا فشي طاقيه باش ما يجينيش البرد نتلاقاو من بعد. بالنسبه لهاد الوصفه انا كنديرها مره في الشهر مره في كتار من شهر كاع المهم ما كنديرهاش قبل من شهر شهر الفوق كنديرها صافي زاليت هانتوما شعري باقي فازك باقي تيقطر غادي نمشطو دابا هكا باش غنوري لكم كيفاش هانتوما شفتو اوكي غندير ليه دابا ضروري السيروم اي كل وحده والسيروم ديالها انا كنستعمل هذا هانتوما شوفوا ولا كيبان لكم مزيان ندوز غير شويه الفوق وما تبقى كنديرو لتحت كنقويش منه في واحد الرائحه زوينه هذا بزاف صافي دابا غادي نبدا ننشفو فين هو الشوشوار هنا ما كننشوش بالمشطه ولا كنقرب الشوشوار بزاف ولا شي حاجه باش ما يبقاش ليا فازك باش ما هذيك الرطوبه في شعري باش ما يضرنيش ويدير ليا التيرفيكالي في عنقي ولا هكا خاصني نشحو نحيد لي الماء غادي غندورو جاكمو مي بارت الفول ارجالو غراتسي هانتوما مازال ما نشفش مزيان صافي دابا وتنشدو تندورو تنشدو دابا وتندورو هكا باتشا راكم عارفين بلا فليل بالحق كنديرها بلا فليل لحقاش كيضروني ما تنقدرش عليهم يويل غيطيح كلشي اوكي يلا الباتشا هل في الزيف اوكي صافي وهنا ساليت منطلقوش دابا حتى الغدا المهم غدا تشوفوني في شي فيديو الاول اللي شفتونا فيه عرفوا راسي هو هذا من لاكيراتين راه كتحسي بواحد الراحه ملي كديري كتحسي به طاب وزوين يلا نتمنى يكون الاعجاب ديالكم هذا الفيديو شجعتكم القناه والى فيديو قادم ان شاء الله سوف نعجبكم فيديو مع السلامه.